انتقل بعد أن ذكر ما نعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وأنه خليل الله على ما ذكرنا وأنه عبد الله يعبد الرسول لا يكذب طاعته فيما أمر تصديق فيما أخبر اجتنام ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كفر كفرا أكبر كائن من كان يهودي نصراني مجوسي غيره. أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في القرآن. طيب قال وإن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف يتكلم متى شاء ومع من شاء كيف ما شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. نعم منه بدأ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ وتكلم به بلا كيفية. أخواننا هذه الجملة أي واحد من علماء السنة من علماء من السنة يقول بلا كيفية ما معنى هذا الكلام أن ينفي الكيفية لا هذا إذا كان مخالف لأهل السنة تقول هذا ينفي الكيفية لكن إذا كان يقول بلا كيفية يعني نثبت أن لله كيفية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة مفهوم؟ نعم بلا كيفية نعم بلا كيفية قولا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به تكلم بكلام حقيقي له صوت ومسموع وحروف نعم قولا منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام إذن هو منزل غير مخلوق وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام الآن في إجازات القرآن في زمن شيخ الإسلام إلى يومنا هذا إجازة القرآن تقول عن فلان عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن لا في إجازة الأشاعرة يقول عن اللوح المحفوظ عن رب العزة حتى ينفو الكلام عن الله هذا يذكرها شيخ الإسلام وعندنا إدارة الحرم جزاها الله خيرا عدلت هذه الإجازة على ما يقول شيخ الإسلام انتين عن أبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العزة مفهوم؟ هذه الإجازة الصحيحة مفهوم؟ أي نعم قال صدقه المؤمنون نصدق ولا نكذب لأنه طاعته فيما أمر والتصديق فيما أخبر وأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى نعم وأيقنوا يعني 100% يقين لم يشكوا في هذا طرفة عين كلام الله بالحقيقة لماذا يقول بالحقيقة لماذا حتى ينفي المجاز إخواننا ارتاح وريح نفسك وريح غيرك وارتاح لا يوجد عندنا مجاز والحمد لله رب العالمين مفهوم خلاص لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة العالم وارتاح وخليك على قاعدة إيش مضطردة ما عندنا مجاز ولو يأتيك بعض الناس يقول في اللغة يوجد مجاز تقول لا يوجد عربي على وجه الأرض وتقول له يفهم اللغة العربية وتقول له خالد بن الوليد رضي الله عنه هو أسد يفهم أنه حيوان مفترس لا يفهم أنه رجل شجاع بطل صحيح أي نعم تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحر تفهم أنه تجري فيه السفن والأسماك والقروش لا
لا، هذه حقيقة. إذا لا يوجد عندنا مجاز وارتاح، هذا يقوله شيخ الإسلام. ولأن القول بالمجاز هو اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاث المفضلة، أنت أفضل من الصحابة والتابعين أتباع التابعين، لم يقل واحد من الصحابة بالمجاز، اصطلاح حادث محدث بدعة. ثم الآن سلاح أهل الباطل إيش؟ المجاز، صح؟ طيب، سفر يريد يقتل فلان من الناس، ايش يصنع؟ يعطيه السلاح ويقول قاتلني؟ لا، تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله، صح؟ سلاح أهل الباطل إيش؟ المجاز. قل ما في مجاز، قتلت بغير سكين. ثم المجاز هو طاغوت الفلاسفة. هو إيش؟ طاغوت الفلاسفة. من أقوى الأدلة على رد المجاز أن يمكن نفيه، وكل شيء يمكن نفيه بطل الاحتجاج به وانتهى، ما في مجاز، خلاص. يلا بسم الله. نعم، وارتاح يا أخي. يا أخي أنت لو فتحت باب المجاز في اللغة ستفتح باب المجاز في الكتاب والسنة، ولو فتحت باب المجاز في بعض القرآن ستفتح باب المجاز في كل القرآن، ولو هذا تفتح باب الشر اغلق باب الشر، صح؟ أيهما أولى، تحافظ على الأسماء والصفات أو الأولى تحافظ على المجاز؟ أترك المجاز ولا أشكال فيه، نعم، وقل لا مجاز والحمد لله. نعم، لكن اعلم أن كل من قال بوجود مجاز في اللغة أو في السنة أو في القرآن هو من أهل السنة، فهو متفق مع شيخ الإسلام، ومع من يقول أنه لا مجاز متفق أنه لا مجاز في الأسماء والصفات. لكن قلنا أحسن تجعل القاعدة مضطردة، لا مجاز لا في لغة ولا في القرآن ولا في السنة. نعم، ليس بمخلوق، لأن كلام البرية مخلوق. نعم، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشري فقد كفر. نعم، من زعم أن القرآن كلام البشر فقد كفر. نعم، وقد ذمه الله وعاقبه وعده في سقر. نعم، حيث قال تعالى سأصليه سقر، نسأل العافية والسلام، هذا من أسماء النار. نعم، فلما أوعد الله في سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علينا وأيقنا أنه قول خائن البشر ولا يسمع قول البشر. نعم، ومن وصف الله بمعنى، ومن أقوى الأدلة على أن القرآن كلام الله، من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة أنه لو كان القرآن مخلوق هذا معناه أننا لا يمكن نأخذ أوامر ونواهي من القرآن، صحيح؟ لماذا؟ الشمس مخلوقة؟ الشمس مخلوقة؟ نعم، والقمر والسماوات تأخذ منها أمر ونهي؟ لا، إذا لو كان القرآن مخلوق إذا لا نأخذ منه لا أمر ولا نهي، كيف نأخذ أمر ونهي من مخلوق، صح؟ والله سبحانه وتعالى آية بين قال ألا له الخلق وإيش؟ والأمر، غاير بين المخلوقات والأوامر، مفهوم؟